برانديفو رح نروح على باريس على مجلس الشيوخ لنشوف المؤتمر يلي من تنظيم التجمع الإسلامي للعلوم والثقافة وتجمع النساء العربيات للإعلام والاتصال واللي شاركت فيه دكتور إلهام كلاب الموجودة معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور كلاب. أهلا فيك. حضرتك أستاذة جامعية ورئيسة جمعية اللبنانيات الجامعيات. نعم. وكنت موجودة بهالمؤتمر يلي يدعو. نعم. بالدرجة الأولى للحوار. للحوار نعم، خاصة أنه بين نساء بالمتوسط، بنعرف أنه المتوسط هو بحر الحوار اللي كان تلتقي فيه كل الحضارات القديمة وبالحاضر، ولكن كيف استعادة دوره من خلال العنف اللي عم بيصير بالوقت الحاضر والعنف وعصف العصبيات اللي عم تصير، كيف ممكن تلتقي كل دول المتوسط للحوار، ولكن أن تلتقي أيضا خاصة من خلال النساء هو نقطة مختلفة، لأنه النساء ممكن يشكلوا نقطة حوار بسبب وضعهم كمربيات وكحاملات للقيم اللي بتتكرر بالمجتمعات اللي بنعرفها. كثير من السيدات كانوا موجودين بهالمؤتمر. نعم. من مختلف أنحاء العالم العربي. إذا نعم. والعالم الأوروبي. والعالم لأنه الأوروبي كان حوار على بين نساء المتوسط، كان في نساء أيضا من أمريكا الجنوبية، ولكن لإقامة مقارنة بين وضع المرأة هناك ووضع المرأة أيضا في المتوسط، كان في نساء مغربيات ليبينوا، لأنه في كتير نساء مهاجرات، يعني وضع المرأة المهاجرة في بلد آخر ووضعها في بلادها، يعني بكل هالبلدان العربية فيها تحولات يعني كبيرة وضخمة وعميقة، أنه كيف ممكن أن تلاقي المرأة التحولات بتخفيف العصبيات، بأيضا إقامة مجتمع عادل، إقامة مجتمع أيضا مساوي وفي ديمقراطية. نساء أديان وحوار عنوان محاضرة. نعم. لألقيتي يا دكتور كلاب. نعم، كان عنواني نساء وأديان، كأنه عم تختصري كل المؤتمر. وأديان وحوار، لأنه غالبا كل عصبيات الوالعة بالوقت الحاضر تعتبر عصبيات دينية أو مذهبية، كيف ممكن للمرأة أن تقيم حوار من خلال هذه الأديان؟ واعتبرت أنه نحن بالشرق نحن مشبعين بالديانات والآلهة القديمة من أيام فينوس لآلهة الأولمب لأدياننا التوحيدية، ولها سبب نتناقل قيم ونتناقل روحانية ونتناقل ممارسات أحيان ما بنعرف أنه كلها من حصيلة هالشيء اللي مرق على أرضنا. إذا نحن ناس لازم نكون أقل ناس تعصب، لأنه نحن مزيج يعني من ذات التراب، نحن عم نغذي روحانية وعم نغذي ممارساتنا. بس نحن شو بهالبلد صغير يمكن في كل الخبرات يلي شفتيها بهالمؤتمر. في كل الخبرات. نعم، كان مهم لأنه نقلت للحاضرين كل الخبرات اللي عشناها، حتى الحرب الأهلية اللي عشناها وكيف واجهتها النساء، وكيف بالوقت الحاضر نحاول أن نواجه هذه العصبيات. ولكن قلت أنه المرأة بالنسبة موقفها للدين هو موقف متناقض، لأنه هي تخضع لقوانين أحوال شخصية غير عادلة وغير منصفة لها، ولكن بالوقت الحاضر هي تحمل القيم الروحية الحقيقية لتتناقلها مع أولادها. هل مؤتمر يعني هدفه بالتحديد هو كان الحوار؟ هل وصل؟ هو بالحقيقة تشبيك، يعني أنه جمع هالمجموعات اللي النساء اللي بيمثلوا مجموعات بالعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم المتوسطي للتشبيك بيناتهم، وللبلدان اللي عندها إنجازات تعرف تحافظ عليها ومساعدة الناس الآخرين اللي عم يوصلوا. يعني حتى لما جرى الكلام عن الإبداع السينمائي والإبداع الإعلامي، يعني الإعلاميات العربيات واللبنانيات كثير متميزات، أنه كيف هي أيضا وسيلة حوار ووسيلة لقاء وشهادة عن مجتمع عم يتقدم وعم يمشي نحو الحداثة. يعني احنا لما عم نحكي عن النساء يعني بدنا نروح على كل المواضيع، بس بالأول بدنا نشوف كيف نحل مشكلة النساء لا يقدروا ينطلقوا. نعم. ولكن مع الأوقات مع الحديث ومع الخبرات يلي منخدها ومنعطيها منحس أنه بلكي قادرين نتعلم شيء جديد وناخد خبرة جديدة من الآخرين يلي ممكن أنه تقدر تفيدنا. أكيد، يعني كان في استفادة متواصلة ومباشرة بين الجميع، ولكن كان في تأكيد أنه العنف والعصبيات هن أكبر عدو للمرأة، وأنه بكل البلدان وأنه بالوقت الحاضر يعني الرجال ضحايا، ولكن النساء هن الضحايا المثلى، لأنه المرأة عندها جسد مرغوب فيه، إذا تغتصب تباع يعني تحتقر، ولها سبب. يعني نحكى عن مشكلة النساء الأزيديات اللي مشكلة يعني يخجل لها جميل الإنسانية اللي عم تصير. ومع هذا وكله
هي نعم. مستعدة وعم هي مستعدة بتفكر كيف بدها تكون عم تقوم بدورة مثل ما لازم نماذج من نماذج عن نساء عم يعملوا بمجتمعاتهم لإقامة الحوار، مش حوار متوسط ولكن حوار بداخل كل بلد لكي ننتقل بعدها إلى الحوار. وكأنه المرأة لأنه يعني كمان عندها هالكبت إذا فينا نقول أو هالظلم مستعدة حتى من هي وبعمر كتير صغير، وعم نشوف أمثال كتير بالعالم من عمر كتير صغير تبلش بالنضال، بينما الشاب بلكي يعني بحس حاله يعني حاصل على أشياء أكثر. نعم هذا اللي لاحظناه بوجود كل النساء، يعني كان مؤتمر كان في إحساس بالتحفيز والإنرجي والقوة والشجاعة عند نساء عديدات يعني بيحاولوا أنه يواجهوا كل هالعصبيات والعنف، سواء بالإبداع، سواء بالعمل التربوي، سواء بالعمل السياسي، حتى بالعمل السياسي يعني وصول المرأة لمواقع القرار نحن عم نشتغل له، ولكن المهم ليس فقط أن تصل إلى مواقع القرار ولكن أن يكون لها أيضا قرار. صحيح، قرار ببيتها، قرار بمطرحها، قرار بعائلتها. واعتبر انه تبديل او تطوير قوانين الاحوال الشخصيه هو الخطوه الاولى لاقامه مجتمع عادل. لانه بالنهايه يعني قد ما نقول انه النساء لازم يكونوا بمكان القرار، بالنهايه في عدد من النساء رح يكون بمكان القرار، مش كل النساء. بعدين مش هالمهم، مهم بكل نواحي حياتها تقدر تكون هي ايضا مقرره لوجودها ولشخصها ولعائلتها كمان. برجع بعيد انه قضايا الأحوال الشخصية أخذت حيز كبير بالكلام عنها، لأنه هي بتخلي المرأة سيدة ليست فقط في الخارج إذا عملت مهنة ولكن في منزلها أيضا، لأنه الآن المرأة اللبنانية مثلا على قوس القضاء بتقدر تقول أحكم باسم الشعب اللبناني، ولكن لما بتدخل عبيتها هي محكومة وهي يجب أن تطيع ويجب أن تحقق ما يريده الآخرون. طبعا كان في رجال بيكون بالمؤتمر، كان في رجال فقط. كان في رجال، حتى الافتتاح كان في نائب من السنا من مجلس الشيوخ، وكان في المسؤول عن الإسسكو دكتور تواجري، كان في زينة طيب اللي هي كانت لولب كل الاحتفال. وبقول لك زينة طيب هي ابنة أحد أكبر أعلام صحافي بلبنان بزمن الذهبي، وكان في رسالة من بوكوفا اللي هي من اليونسكو لرسالة صوتية مسجلة، وكان في امرأة أيضا نائبة ووزيرة فرنسية هي مسؤولة عن تحقيق وثيقة ضد كل أشكال التمييز ضد المرأة اللي مسؤولة عنها بالأمم المتحدة، واللي كان لها صدى كبير مداخلتها وإمكانية استماعها لكل تقارير النساء الموجودات بالتقدم بهالوثيقة. إذن واضح أنه كان في يعني مزج بال المواضيع بين وضع النساء وبين دور النساء. نعم. اللي لازم يكون او يلي عم بيكون. نعم. مثل ما قلتي بين وضعهم وبين تأثير بين وضعهم وبين وضعهم فيه تأثير وبين انجازاتهم. نعم. وتأكيد انه النساء الاوروبيات اللي بنعتبره نحن وصلوا لانجازات معينه لازم يقدروا يحافظوا عليها، والا بيصير نوع من تراخي انه ببطلوا لانه حصلنا، بينما ممكن يخسرون. وهذا شفناه مثلا مع نساء تونس اللي من حي ديمقراطيتها الحاليه، نساء تونس اللي كانوا وصلوا لانجازات كبيره وقت حصلت الثورات وغيره، خسروا اشياء ولكن بعتقد عم يستعيدوها بالوقت الحاضر وعم يرجعوا يعيدوا الموقع اللي قرروا. دكتور الهام كلاب، اهلا وسهلا فيك. حضرتك كنت بهالمؤتمر بصفه شخصيه، بس هيك يعني بتكوني مثلتي لبنان بالنهايه. شكرا. حتى لو كان أكيد بصفه أكيد شخصيه يعني نحن نفتخر. بقدر اقول لك انه وقع وجود لبنان او نساء لبنانيات باي مؤتمر له تاثير كبير وله وقع كبير، ونحن من نفتخر فيه، مش فخر شخصي ولكن فخر انه لبنان بعد بكل الاشياء صعوبات اللي عم يمر فيها عم يقدر يكون له كلمة بالمواقع الدولية. أهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا وقفة هلا ورح نتابع لايف عشان بنكون مع واتسون ام تي في، وبنرجع نستعرض نحن وياكم شو عم تشوفوا على شاشتنا.